بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شرح حباباتي راكو كامل بخير وكامل مهنيين اليوم راح ندير معكم تحلية سهلة مهلة تحلية آخر دقائق صدقوني التحلية توجدوها يعني في آخر دقيقة تخلوها برك تبرد في السهرة تقدموها لأفراد العائلة تاعكم نبداو على بركة الله بسم الله هنا عندي زوج حبيبات تاع البنان كيما تقدري ديري غير حبيبة برك حسب أفراد العائلة تاعك نحكمها نقطعها هكدايا على زوج ومن بعد نزيد نعاود نقطعها على ربعة نقطعها دي تخونش يكونو شوية صغار والصوره راهي توضح كل حاجه التحليه صدقوني من اروع ما يكون سواء في البنه ولا في خدمتها خفيفه ظريفه وبنتها ما نحكي لكمش نقطع هذاك البنان تاعي هكذا طريفات صغار وبعد نجيب لي كان تاوعي ولا الكؤوس اللي راح نديرو فيها كما تحبو انا درت لهنايا ستة قطعت هاد الحبيبة تاع البنان في البداية عمرت بها ثلاثة ومبعد قطعة قطعت الاخرى عمرت بها ثلاثة واحد اخرين هكذا نحاول اني نقسم كامل هذاك البنان تاعي في الكؤوس وديروا حسب افراد العائله تاعكم هنا لا درتو فراز تقدروا ديروا ذوق لو اللي راح نديروا به الفلون فراز درتوه بنان ديروا ذوق بنان درتوه شوكولا ديروا اي حاجه تمشي مع الشوكولا تاعك ومن بعد لهنايا عندكم اما ذوبوا لعندكم عندكم شو... شوكولاته طلي عفوا تقدروا تحطوها ذوبوها شويه وتحطوها ولا ما عندكمش انا عندي هاد التوبين تاع الشوكولا اللي فوق الايس كريم كامل حطيته لهنايا من الفوق عطاه طعمه وعروه صدقوني عطاه واحد الطعم قريعه يدير هكذاك واحد 10000 ل 15000 وتشد لكم بزاف بزاف يعني تمشي لكم ما شاء الله تحطوها في التحليه تاعكم ولا اي حاجه تخرج روعه روعه هذا هو المكون اللي يخلي التحليه بنان بزاف بزاف بعد خدمت لهنايا له قلت لكم لي ما عندها تقدر تذوب شوكولا وتديرها حكمت لهنا له كاسونه تاعي حطيت فيها زوج اكياس تاع فلون دوق بامام زيت كاس ونص تاع الماء وحطيت مغرف تاع النشا وقرصة تاع الملح نخلط كامل هاد المكونات مليح مليح نديهم فوق النار ونطيبهم عادي كيما نطيبو الفلون ما تحبسوش لهنا باك تحراك النار تكون متوسطة نقعد هكذايا نحرك حتى نطيب لي هداك الفلون يشد الغلية تاعو ونطفي عليه هنا ما نحطوش ديريكتومون فوق البنان تاعي نسي قبل اني نبردو شوية يعني نحيلو هذيك الحرارة اللي بزاف بزاف ومن بعدنا نفرغو في الكؤوس تاعي هكذا باش البنان تاعي كهذيك ما يطيبليش ويقعد بالدوق تاع البنان هكذا كيما راكو تشوفو فيه يخرج روعة تخرج روعة روعة هاد التحلية صدقوني جربوها تستاهل التجربة هنا بعد ما عمرت كامل اللي بيغين توعي رجعت لهنايا حكمت بواطا تاع الفلون عفوا بواطا تاع الياغورت هاد الياغورت راهو مخلط فيه السمسم فيه الفواكه الجافه المشمش سمسم فيه تانيك يعني راهو مخلط شرو هكذا يا بوي يتباعو في فوسمو في لي وحطيت به بويطه تانيك تاع تاني وسمو لا وطلعتها خرج تانيك واحد الذوق عطاه واحد الطعم ما شاء الله اون فوا طلعتها دوك لهنايا آه وسمو التزيين يبقى اختياري انا زينتها هكذايا درت دي بتي غوزاز ودرت هنايا الفوق تانيك لي غوزاز حتى الفوق هكذا باش تحكمي لا شونتي مع هذوك واسمهم آه الفاكهه مع هداك الفلون ومن بعد دل عليهم شويه تاع الشوكولا رابيتها وحطيت في الوسط شويه تاع الشوكولا رابيتانيك صدقوني خرجت واحد الطعم من اروع ما يكون خاصه هذاك اليوغ تاع اللي فيه فواكه الجافه فيه الجلجلان فيه المشمش فيه وسمو هذيك آه العينه راهو يتباع بويطا برك تشروها وتخلطوا بها تخرج ما شاء الله ولا ما عندكمش ديروا اي ذوق راكو حابينو نتوما تقدروا تزينوا بهذه الطريقه كما تقدروا ديروا غين ان اوزاز لداخل وزيدوا عليه ومن بعد زدت عليها في الاخير هذاك طوفون تاع وسمو تاع شوكولا خرج من اروع ما يكون صدقوني خرجت واحد التحليه روعه روعه في اخر دقائق تقدميها لافضل العائله تاعكم ولا تانيك الوسمو لضيوفكم تخرج من اروع ما يكون كان هذا هو الفيديو فيديو تاع نهار اليوم حبيباتي ما تنساونيش بجام ابوني ان بارتاج وكل راح نوري معكم القوام تاعها شوفوا كيفاش تخرج ما شاء الله تخرج ما شاء الله روعه روعه دوك تشوفوا لهنا القوام تاعها كيفاش يخرج تانيك يخرج رائع رائع تحكموا هذاك البنان مع هذاك الفلان مع فلان يخرج كي شغل لا جولي تشوفوا فيها مع هذه كلاشونتي اللي خدمناها بهذيك البويطه تاع الياغورت يخرج من أروع ما يكون دمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته